مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثاني عشر للقعدان الجذاع، ومن مسافة 6 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء، اندفعت هذه الشعارات هنا في ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم مع الصدارة، البداية والصدارة. من ينطلق؟ رعد متعب بن علي بن محمد الصعاق ينطلق مع المركز الأول، مقدما لنا متعب على أول الأسماء. المركز الثاني يصل في هذه اللحظات، يتقدم مع المركز الثاني، ثاني المراكز وثاني التحديات. الغزال غانم بن سعد بن راشد آل نابت البري، يصل الغزال في مركز الوصافة. من يتقدم بهذا الشعار المميز؟ المركز الثالث، ثالث الأسماء وثالث التحديات، نيشان سالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع سياف مع رابع الأسماء، سياف على رابع الأسماء، عبد الله بن مسفر بن علي بن سفر فران المري يقدم لنا سياف على رابع التحديات. المركز الخامس يصل في هذه اللحظات، يتقدم مع خامس الأسماء، ينطلق مع المركز الخامس من الجانب الآخر، يتقدم شعار في هذه اللحظات مع المركز الخامس، ينطلق ويندفع على خامس التحديات. غشام صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع نيشان، نيشان مع المركز الأول، سالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي يقدم لنا نيشان على أول الأسماء. المركز الثاني رعد، يا رعد، رعد يا رعد، يتقدم رعد متعب بن علي بن محمد الصعاق يقدم لنا رعد مع المركز الثاني. المركز الثالث سياف، سياف مع المركز الثالث، عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري يصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث، يغير بدوره الى المركز الثاني. المركز الرابع، رابع الاسماء، رابع التحديات، الغزال غانم بن سعد بن راشد آل نابت المري يتقدم مع المركز الرابع، يتقدم مع الغزال على رابع الأسماء. المركز الخامس وصل غشام، وصل غشام، يتقدم غشام بشعار صالح بن محمد بن طالب بن عقيل، ينطلق مع المركز الخامس، ينطلق غشام، نداؤنا الثاني للخمسة المراكز أتممناه على مسامعكم. أعود بدوري إلى المركز الأول، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى القمة، أعود إلى الصدارة. الله يا نيشان، نيشان مع المركز الأول، نيشان يتقدم بشعار سالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم بنيشان، ولكن بن سفران، بن سفران ما من همان يتقدم مع المركز